بسم الله الرحمن الرحيم. دائما في إطار هذه السلسلة الغذائية ودائما في إطار نصائح غذائية نتناول في موضوع اليوم مشكل الخضروات ومشكل الحبوب لنجنب الناس بعض النصائح يعني الغير الصائبة وبعض النصائح الغير اللائقة، خصوصا أن هذا العلم الآن الذي أصبح هو علم النبات وعلم الطب البديل والطب الغذائي على الخصوص، فأصبح يرتكز بالأساس على الإنتاج، وهذا الإنتاج هو الأصل في التغذية، لأن لا يمكن أن تكون هناك تغذية بدون أن نعرف كيف ينتج هذا المنتج. فنتكلم عن الخضروات وعن الحبوب بالخصوص وعن كل يعني العالم النباتي الذي يخص التغذية، وطبعا فتغذية الإنسان هي بالأساس هي تغذية ترتكز على النبات أكثر ما ترتكز على يعني المنتوجات الحيوانية. فهذا النبات نتناوله من خلال يعني موضوعين، الموضوع الأول هو موسمية النبات، ونعلم أن لكل نبات موسم، وأن أكل الإنسان موزع على 4 فصول، وكثير الآن من الأبحاث العلمية التي أجريت حول يعني العلاجات التي تمشي مع طبيعة الجسم، ولذلك فكل علاج يعمم على الناس فهو علاج خاطئ، لأن كل جسم لديه علاج مدقق يخصه، ورغم أن بني الإنسان يشبه بعضهم بعض بما يعني أن الإنسان له عينين وشفتين ولسان وشعر وأيدي ب5 أصابع، فلا جسم يشبه جسم آخر من يعني من الناحية الفيزيولوجية ومن ناحية الجينات وما إلى ذلك، وأكبر علامة على ذلك هي بصمات الأصابع التي لا يشبه بعضها بعضا حتى ولو كان مليارات الأشخاص التي ستخلق على وجه الأرض، ولذلك كل شخص يعتبر مستقل عن الأشخاص الأخرى، وكل جسم يكون مستقل عن الأجسام الأخرى، بمعنى أن العلاج لا يكون معمم ولا يمكن أن يكون معمم، بمعنى أن كل الأجسام التي تصاب بمرض كذا نعطيها دواء كذا، فهذا قد يكون خطأ. ونلاحظ أن كثير من الناس الآن مصابين بالسكري، ومنهم من يعني ينقص أو يضبط كمية السكر في الدم بدواء ما، ولكن نفس الدواء لا يضبط السكر عند شخص آخر. فموسمي يعني طبيعة الأكل وتغذية الإنسان موزعة كما قلنا على 4 فصول، وهذه الفصول كلها تتماشى مع الوقت، تتماشى مع الطقس، وتتماشى كذلك مع قوة الجسم ومع حيوية الجسم. فنلاحظ مثلا أن الخضر هي نباتات حية، وأن هناك الخضر الشتوية، هناك الخضر الخريفية، وهناك الخضر التي تأتي يعني أكبر قسط منها يكون خلال فصل الربيع، وهي البقوليات والبواكر وما إلى ذلك التي تكون في آخر فصل الشتاء ثم في فصل الربيع. هناك خضر صيفية وكذلك خضر خريفية، وفصل الشتاء يمتاز على الفصول الأخرى ببعض الخضروات التي تسخن الجسم وكذلك بعض الفواكه. يعني الآن اشتبه الأمر على الناس وأصبحوا يأكلون أي شيء في أي وقت، هذا هو الخطأ الآن في علم التغذية والخطأ الآن في الطريقة الصحيحة لتغذية الإنسان. فربما تكون هناك نصائح هكذا عامة، بمعنى أن ربما يعني طبيب ما ينصح الناس بخضر مسلوقة، ولكن كلمة خضر لا تعني شيء في علم التغذية، أو قد ينصح ببعض الحبوب، أو قد ينصح ببعض الفواكه، ولكن فواكه لا تعني أي شيء، فيعني يجب أن يدقق ما هي الخضرة التي يجب أن يأخذها هذا الشخص. إذا لم يسمي الخضرة وإذا لم يدقق في نوع الخضرة وكيف يجب أن تكون، فهذه النصيحة تعتبر باطلة. فلا يمكن أن ننصح مثلا أشخاص مصابين، لا نتكلم عن أشخاص مصابين، لما لا نتكلم عن أشخاص يعني أصحاء يعني جسم صحيح، فنقول لهؤلاء الناس أن الخضر أحسن من الحبوب، أو لا تتناولوا لحوم تناولوا حبوب، أو لا تتناولوا حبوب تناولوا خضر. هذه نصائح لا تعني شيء، وهذه نصائح يعني لا تفيد في شيء، فيجب أن ندقق وأن نسمي الأشياء بمسمياتها، بمعنى أن الشخص لديه نصائح في فصل الشتاء، هناك خضر موسمية فصل الشتاء مثل الخرشوف مثل البسبس ومثل بعض البقول نسميها في المغرب مثلا
البقولة نعم نسميها هكذا، أو الخبيزة ما نسميه الخبوزة، هناك السكوم سمى يعني الأسباراجيش، وهناك كثير من الخشاش الأرض الذي يخرج مع الشتاء الأولى، منها بصل أخضر، البصل يعني يخرج أوراق خضراء يسمى البصل الأخضر، نسميه هكذا. فهذه خضرة الشتاء، لماذا؟ لأن الخرشوف والبسبس والبصل الأخضر هذه فيها فلافونويدات وفيها بوليفينولات، وهذه البوليفينولات هي التي تسخن الجسم وتعمل على الاستقلاب داخل الجسم وتعين الجسم ضد التأكسدات. وفواكه الشتوية هي التمور والحوامض، ونعلم أن الحوامض فيها مكون سي، فيتامين سي، والفيتامين سي هو الذي يسخن الجسم، وهذا معروف. فيها كذلك سكريات تسخن الجسم، تعطي كالوريات. فيما يخص الزيوت، نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى خلق زيت الزيتون لتستهلك فيها في صيف، في فصل الصيف البارد، يعني في الشتاء. وزيت الزيتون هي أحسن منتوج يمكن أن يعتمد عليه الإنسان في تغذيته أثناء البرد. لماذا؟ لأن فيها حمضيات دهنية جيدة، وهي تعطي كالوريات مرتفعة، وهي الزيت الوحيد التي تستخرج يعني طبيعيا بدون مستحب، يعني بدون محلولات كيماوية، ليس مثل الزيوت الأخرى. فهي يعني تؤخذ بالعصر، طريقة التعصير، هناك يعني المعاصر التي تصنع فيها زيت الزيتون، فهي الزيت الوحيد الطبيعي على وجه الأرض. وهذا فصل الشتاء تمتاز بزيت الزيتون، والزيتون لا يؤكل إلا في فصل الربيع لأنه يتخمر، ثم يجب أن يتخمر لمدة 4 شهور كي يكون جاهز للأكل في شهر 4 ميلادي، مثل أبريل، شهر ابتداء من شهر مارس، أبريل، ماي، ويستهلك في فصل الصيف. الزيتون يستهلك في فصل الصيف وليس في فصل الشتاء، ثم الزيت تستهلك في فصل الشتاء. فنلاحظ كذلك من الخضروات ما نسميه بالبطاطا الحلوة، وبعد أنواع اللفت التي تكون كذلك في فصل الشتاء، هي خضر شتوية، ونوع من الجلبان الذي يخرج في شهر 2، في شهر فبراير، في شهر 2 كذلك نوع من الجلبان، هذا يكون نافع في فصل الشتاء، وإلا فتكون الجلبان خضرة الفصل الربيع وليست خضرة الشتاء. بعد الخشاش الذي يجمعه الناس مع الشتاء الأولى، لما تخرج هذه الأوراق الخضراء من الأرض، هي فيها الكلوروفايل، مادة الكلوروفايل التي تقاوم التأكسد داخل الجسم، وهي التي تعين الفلافونويدات والبوليفينولات، المواد الدابغة الموجودة في الخرشوف كما تكلمنا على هذه الأشياء. فنلاحظ أن كل الأشياء خلقها الله سبحانه وتعالى بتدقيق وفي وقت مدقق. التمور تجنى في شهر 9 وتؤكل في شهر 9 و10 و11، هي فيها ألياف خشبية جيدة، فيها سكريات، فيها مكون فيتامين بي كذلك يود، وبعد عوامل النمو التي تنفع تعطي طاقة للجسم وتهدئ الجسم، لأن مكون فيتامين بي هو يعني يهدئ من الجشع ويهدئ الأعصاب بالنسبة للجسم، وليس هناك توتر للأشخاص الذين يأكلون التمور بكثرة. كذلك التين المجفف، الناس يجففون التين في شهر 8، والتين المجفف يؤكل في فصل الشتاء. يعني التين إذا اجتمع مع التمور وزيت الزيتون فهي الطاقة القصوى للجسم. الخضر الشتوية كما قلنا الخرشوف والبسبس ويعني الكرفس، كذلك كرفس هو خضرة فصل الشتاء. نلاحظ بعد ما نسميه السكوم عن هذه الأشياء التي تأتي من الغاب، بعد الأشياء الأخرى كالأوراق الخضراء من البقول والتي نستهلكها في فصل الشتاء. فصل الربيع هو فصل كل الخضر، الجزر والبطاطس واللفت والقرعيات، وكل الأشياء يمكن أن تكون في فصل الربيع. هي أكثر أنواع الخضر تكون في فصل الربيع، وأكثر البقول تكون في فصل الربيع. فنأخذ من هذه الخضر مثلا البواكر، ومن البواكر نلاحظ أن القرعيات هي موسمية، وكثير من الناس يشترون قرعيات في أي موسم، يشترونها في فصل الصيف وفي شهر 6 وفي شهر 12 وفي شهر 3، وهذا يعني خطأ. لماذا؟ لأن إذا خرج الإنتاج عن موسمه فالخضر كذلك حية، وإذا خرجت عن موسمها فلها دورة نباتية، لها دورة حياتية. إذا خرجت عن هذه الدورة فمكونات الكيماوية تختلف، في التركيب الكيماوي يختلف لما تخرج الخضرة من موسمها، ربما تصبح ضارة، ربما يكون تركيز البوليفينولات مثلا في نوع من الجلبان أو نوع من الفاصوليا ربما يتغير، والفاصوليا تكون في شهر 6، بعض الأنواع تنتج في الدور الزجاجية تكون في شهر 9، لكن فاصوليا شهر 6 أحسن من فاصوليا شهر 9. لماذا؟ لأن فاصوليا اللوبيا هذه اللي نسميها بالتسمية المحلية تكون في شهر 6. كثير من الناس لا يعلمون أن
يعني هذه الأشياء الحبوب والخضروات هي موسمية وأن لكل خضرة موسم، وقال كثير من الناس لا يعلمون أن الحبوب كذلك موسمية، فالشعير الأخضر يستهلك في شهر 4 و5 و6، وأحسن طريقة لاستهلاك الشعير الأخضر حبوب الشعير هو لما يتلبن، يعني لما تنضج هذه الحبوب وتكون بيضاء من الداخل، يكون فيها شيء أبيض كالحليب، تتلبن، نقول أنها متلبنة من الداخل، تكون بيضاء، ولما تنضج فهذه تجفف ثم تؤكل، نسميها في المغرب مادة البندق، وتسمى يعني في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتلبينة. إذا أخذ هذا سميد الشعير مع اللبن أو مع الحليب أو مع اللبن الرائب فهو أحسن تغذية للطفل ولنساء الحوامل، وأحسن تغذية لأشخاص الذين لديهم أنيميا، هو أحسن تغذية للأشخاص الذين لديهم إمساك وأعراض على يعني مستوى الجهاز الهضمي ككل، وهو المادة الوحيدة التي تعطي للجسم قوة فيما يخص ومكان يعني تمكين فيزيولوجي، تمكن فيزيولوجي فيما يخص الفيتامينات وفيما يخص الأملاح المعدنية. الشعير موسمي، والشعير لا يستهلك في كل سنة، ممكن حبوب يابسة يعني نستهلكها يعني في طول السنة كالقمح وكالذرة وكالخرطوم وكالرز، نعم، ولكن أحسن استهلاك للشعير هو شهر 5 وشهر 6. شهر 5 يكون مازال الخضر يكون أخضر يكون ناضج، ثم يجفف يعني على النار ويطحن ويصنع منه هذه اللي نسميها تلبينة، ثم لما ييبس تيبس هذه الحبوب وتحصد يكون شعير عادي يستهلكه الناس، خبز على شكل خبز أو كوسكوس أو أي شيء أو حريرة، أو في شهر 6 و7 يستهلك شهير الشعير، أحسن موسم لاستهلاك الشعير 6 و7، آخر شهر 8 وشهر 9 على الخصوص، شهر 9 و10 يستهلك الناس الذرة، لأن الذرة تنضج في شهر 6 آخر شهر 6، ثم يعني تدق أو تفرك في شهر 7 و8 تكون جاهزة، ثم تشمس، يجب أن تشمس وتجفف جيدا في شهر 8، ولما يعني تبدأ الحرارة في الانخفاض يعني فصل الخريف، لما يدخل فصل الخريف شهر 9 22 شتنبر، يعني يبدأ استهلاك الذرة، هي أحسن وقت لاستهلاك الذرة، والذرة تستهلك كذلك مع الألبان، يعني سميد يعني مطبوخ يعني بالبخار ولا بأي شيء، ثم يضاف إليه الحليب أو يضاف إليه لبن الخض أو اللبن الرائب، هذا هو الوقت، وهذه الأشياء موسمية الأشياء تجعل الجسم يأخذ من التنويع يعني في التغذية، تنويع التغذية لا يعني أنك تشتري من السوق خضر متنوعة، لكن التنويع في التغذية يعني أنك تنوع غذائك على الموسم، تأكل خضر كل موسم، يعني في موسم الفاصوليا تأكل فاصوليا، في موسم البطاطس تأكل بطاطس، وفي موسم البطاطا الحلوة تأكل بطاطا حلوة، في موسم الخرشوف تأكل خرشوف. فخضرة الخريف هي الصفرجل، ومن بعد الصفرجل يتبع كما قلنا الخرشوف وهذه الأشياء، وأول خضرة تظهر فصل الخريف هي صفرجل، يعني لما يدخل فصل الخريف ليس هناك بطاطس، بطاطس يعني انتهى استهلاك البطاطس، يكون في شهر 5 و6، يعني يكون في فصل الخريف يعني أوائل فصل الربيع وأوائل فصل الصيف، يعني شهر 5 و6 حتى شهر 7 استهلاك البطاطس، إن أوج الاستهلاك يكون طماطم شهر 7، شهر آخر شهر 6 وشهر 7 يكون استهلاك طماطم، لماذا؟ لأنها موسم طماطم، والطماطم خضرة موسمية بامتياز، ولو أننا نجدها في الأسواق في طول السنة لكنها خضرة موسمية، وموسم إنتاج الطماطم هو آخر فصل الربيع وأول فصل الصيف، والأشخاص الذين يريدون استهلاك الطماطم من الأحسن أن يجففوها، ممكن أن يجففوا طماطم وأن يطحنوها ويتناولوها على شكل طحين، لماذا؟ لأن مادة اللايكوبين هو يعني فلافونويد يوجد في الطماطم، وهذا اللايكوبين مادة اللايكوبين هي التي تقي الجسم من السرطان، خصوصا سرطان البروستاتا وسرطان عنق الرحم عند النساء، فلا يمكن أن يصابها إتلاف حتى ولو جفف الناس طماطم، حتى ولو يعني تلجوها، يعني ممكن بالفريزين، يعني هذه لما يعني توضع في التلج ممكن أن تبقى هكا على شكل صلصة، توضع في التلج لا ما لا لا يمكن أن يصيبها إتلاف أو فساد، وممكن أن يتناولها الناس على شكل صلصة على شكل مسحوق أو مجفف أو أي شيء، لكن يجب أن يعلم الناس أن الطماطم خضرة موسمية بامتياز، من بعد البواكر من الخضر الموسمية يعني في فصل الربيع الباذنجان والفلفل، الفلفل هذا الأخضر وحتى الفلفل الأحمر كذلك،
موسمي وخضرة موسمية، ولو أن الناس يشترونها خارج هذه المواسم نجد ملفوف أو الكرات، نجد كذلك اللي هذا اللي نسميه الكرنب، هو كذلك خضرة، يعني خضرة فصل الربيع على حسب المناطق. فأنا أتكلم عن الخضر في المغرب لأن المغرب لديه إنتاج كبير وكثير ومتنوع. هناك بعض الدول ربما لا تنتج هذه الأشياء وتستوردها، فممكن إذا أرادت أن تستورد هذه الخضرة فيجب أن تستورد الخضر الموسمية، لأن عليه ممكن أن تستورد بطاطس مثلجة مقطعة يعني جاهزة للطبخ، نعم ممكن أن تستورد، ولكن أن نستهلك البطاطس خارج موسمها فهذا من الناحية الغذائية، وفي ما يخص علم التغذية فهذا لا يعقل ولا قد لا ينفع الجسم، وربما ينقلب إلى عكس ذلك لأن الخضرة كذلك تتنفس وهي تحيا، وفيزيولوجيا النبات يتغير. يلاحظ الناس أن البصل لما يمر عليه وقت يتأكسد ويصبح بمذاق ليس كمذاق البصل في شهر 6 و7، والبصل موسمي، والبصل هو الخضرة الوحيدة الذي إلى حد الآن لم يستطع يعني لا الغرب ولا الشرق أن ينتجها خارج موسمها. الذي يمكن الآن هو تشعيع البصل وتشعيع البطاطس كي لا تخرج هذه النبتة وكي لا تتغير فيزيولوجيتها. وكل البطاطس التي تأكل أوروبا الآن على مدار السنة هي بطاطس مشععة ضد ما نسميه بالأنجلية سبراوتين، يعني هذا يعني ضد التبرعم. فالتشعيع البطاطس يعني يخليها طبعا محفظة ولا تخرج هذه البراعم، وطبعا فهي لا تحيا فهي ميتة فهي تقتل تقريبا بالتشعيع. نتكلم دائما عن الحبوب، والقمح والذرة والشعير الخرطال والرز هي حبوب ممكن أن تستهلك على مدار السنة. المادة الغذائية الوحيدة التي يمكن أن تستهلك 12 شهرا على 12 هي الحبوب، ما نسميه سيريالز، هي القمح والشعير والذرة، وهذه الحبوب نتكلم عنها. القطاني كذلك، إذا القطاني ممكن أن تخزن، لماذا؟ لأن جميع الحبوب ليست مجففة، الحبوب الجافة، هناك فواكه جافة، هناك فواكه مجففة. الفواكه الجافة هي الفواكه التي تكون جافة طبيعيا، مثل التمر، مثل الزبيب، مثل التين، يعني مثل الجوز، مثل أي شيء هكذا يكون الفواكه المجففة هي الفواكه الطرية الآن التي تجففها الصناعة، يعني بالبرد الساخن تجفف، مثل الموز، مثل التفاح، مثل أي شيء الآن ممكن أن نجففه. ولكن هناك فرق ما بين الخضر المجففة يعني صناعيا والخضر الجافة يعني طبيعيا التي هي تكون هكذا طبيعة جافة. فجميع الأشياء الجافة لا يصيبها إتلاف ولا فساد. إذا جففنا أي شيء نزيل منه الماء، نزيل منه الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذا أزلنا الماء أزلنا الحياة، فهذه أشياء ممكن أن تحافظ، منها الحبوب سيريالز، ومنها القطاني، العدس، حمص، فول كذلك، هذا لا فاصوليا يابسة، هذه الأشياء لا يعني لا يمكن أن يصيبها فساد ولا إتلاف. ومدة تخزين هذه الحبوب وهي فوق 7 سنوات حسب يعني السرد القرآني في سورة سيدنا يوسف، تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، يعني ممكن أن نخزن هذه الأشياء لمدة 7 سنوات بدون أن يصيبها إتلاف فيما يخص النبت، فيما يخص الإنبات، ممكن تبقى صالحة لتنبت يعني تبقى حية. أما للتخزين للتغذية فممكن أن نخزن 10 سنين و15 سنة، لا يمكن أن يعني ليس هناك مشكل وليس هناك إشكال. فتكلمنا عن الخضر الموسمية، تكلمنا كذلك عن النبات الموسمي، وكاين النبات الذي ينبت في منطقة ولا ينبت في منطقة أخرى. نأخذ الكرفس مثلا، الكرفس ينبت في البلدان الباردة وهو خضرة باردة أو نبات بارد، نبات الثلج، ولكن مع بعض النباتات الأخرى مثل الحشائش، مثل البقدونيس والقصبور، فهذه النباتات هي نباتات متوسطية لا تنبت في أوروبا. فالكرفس موجود في أوروبا لأن الطقس بارد، ولكن لا يمكن أن نجد البقدونيس والكرفس في والقصبور في هذه الدول. فالبقدونيس والكرفس هو يوجد في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، يعني تقريبا من المدار من المغرب، الجزائر، تونس، ويعني سوريا والأردن وفلسطين، وهذه كلها فيها يعني مصر، هذه كلها دول ممكن أن تنتج هذه الأشياء. يعني من جهة أخرى كذلك إيطاليا وتركيا وهذه الدول كلها، يعني جنوب إسبانيا ممكن أن تنتج هذه الأشياء، دول أمريكا اللاتينية. فهكذا وزع الله سبحانه وتعالى هذه الخضر وهذه الحبوب. هناك نبات ينبت مثلا التمر، تكون في دول الشرق الأوسط يعني حتى المغرب العربي هناك نخيل التمر، ولكن لا يمكن أن نجد نخيل التمر في أوروبا لأن النخل هو نبات الصحراء، نبات الجو الجاف ونبات الحرارة المفرطة.
ولذلك نجده في دول الشرق الأوسط وكذلك يعني شيء يعني مثل دول المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب كذلك نجد نخيل التمور، لكن الأنواع الموجودة في هذه الدول ليست الأنواع الموجودة في الدول الشرقية مثل السعودية والعراق ودولة الإمارات. هذه الأشياء كما قلنا موزعة، لماذا؟ لأنها يجب أن تلبي الحاجة الغذائية لهذا الشخص الذي يعيش بجانبها. لا يمكن أن يخلق الله بشرا في أرجنتين ويخلق القوت في الهند، ولا يمكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى بشرا في دولة الإمارات أو اليمن ويخلق القوت في إسبانيا أو فرنسا، هذا خطأ. فيجب أن يقتات الشخص من هذه الأشياء المحلية. نضرب مثلا فالإسكيمو، الإسكيمو يتغذون على السمك، لماذا؟ لأنهم لا يحرثون في بلد فتلج ويتغذون عن الأسماك، تقريبا 90% تغذية الإسكيمو هي من الأسماك، فهم يعيشون طويل وليس فيهم شيب ولا يصابون بالشيخوخة ولا يصابون بأمراض القلب والشرايين ولا بسرطان، ما يتغذون على منتوجات البحر لأن الله خلقهم في هذه المنطقة وخلق لهم قوتهم في البحر. فنلاحظ مثلا أن الدول الشرقية فيها تمور وفيها لحوم الإبل، فيها شعير كذلك، فيها يعني قليل من الحبوب ولكن فيها تغذية على هذا الشكل. فلا يمكن يعني بعض الدول المتاخمة لهذه الدول الشرقية، هناك زيتون مثل فلسطين وسوريا والأردن، نجد يعني زيت الزيتون ونجد زيتون. فإذا بقي النظام الغذائي على هذا الشكل في هذه المنطقة لا يمكن أن يصاب هؤلاء بالأمراض أبدا، لا يمكن. إذا عند لديهم حبوب مثل شعير القمح ولديهم تمور ولديهم لحوم الإبل وشيء من الأسماك، لأن هناك بحر كذلك يصطادون فيه سمك، هناك عديد منتوجات أخرى مثل بعض الخضر ومثل بعض الأشياء التي نجدها في هذه الدول، كذلك هي لديها إنتاج ضئيل لكن إنتاج جيد نقي. فبعض الدول الإفريقية مثلا ليس فيها إنتاج، مثلا مثل الدول المتاخمة دول الساحل مثل موريتانيا مثلا والسنغال ما إلى ذلك، لكن لديها منتوجات بحرية، فهي تأكل لحوم من البحر ولحوم الأسماك، هي اللحوم الوحيدة التي لا تصيب الجسم بأي خلل ولا بأي ضرر ولا بأي كارثة غذائية. لحوم الأسماك هو اللحوم الوحيدة التي يمكن أن يستهلكها الإنسان كل يوم، لا ليس في إشكال، لكن اللحوم الأخرى هي لحوم لا يجب أن يتعدى الاستهلاك مرة في الأسبوع، وإذا استهلكها الناس كل يوم فهي تسد الشرايين وهي تثقل الجسم وهي يعني تقوم يعني هي التي تتسبب في كل الخلل الفيزيولوجي داخل الجسم. ولذلك تناولنا في هذا الموضوع موسمية وطبيعة الأشياء. إذا تناول الناس الأشياء الطبيعية، تسقى بماء طبيعي، تزرع في تربة جيدة نقية وطبعا بدون هرمونات وبدون أن تكون البذور مغيرة وراثيا، فلا يمكن أن تسبب أي ويلات ولا يمكن أن تسبب كوارث في لتغذية البشر، ولا يمكن أن يصاب الناس يعني بأي مرض. الآن الذي نلاحظ أن الحساسية ارتفعت، أن الأمراض الجلدية مثل الصدفيات ومثل الإكزيما ارتفعوا جدا، بعد أنواع الحكة الآن الأشخاص لا يعرف الطب الآن ما هي، والطب الآن عاجز عن الصدفيات. من قال أنه يعالج صدفيات فقد كذب على نفسه. الصدفيات الأمريكيين الآن يقولون أنه مرض نفسي، يعني أنه سيكولوجي، أنه ليس مرض جلدي. الآن ليس معروف هذه الأشياء، ولكن هو لم تكن في أسلافنا، هذه الأشياء ظهرت عندنا الآن في عصرنا. لماذا؟ لأن الأكل تغير، لأن المحيط تغير، هناك ملوثات الآن في 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 الفضاء في الجو الخارجي، هناك ملوثات داخل الدور الآن، حتى السكن أصبحت السقوف يعني بعلو لا يسمح حتى بالتنفس وبالروائح الآن أن تبتعد من الناس، بعد أنواع الصبغات والطلاء، بعد أنواع الأفرشة، بعد أنواع الملابس التي تزيد من حدة المشكل. المياه الآن أصبحت ملوثة، إذا عالجناها نعالجها بالكلور ونعالجها بالأوزون ونعالجها يعني تصفى على البولي أكريلات، يعني الإكراليميد هو يأتي من هذه الأشياء ولتصفية الماء، والفحم المنشط ونضيف الجير وما إلى ذلك للترسب هذه المياه لكي نعالجها. فالماء إذا كان شروب فهو شروب، إذا كان ليس شروب فلا يمكن أن يصبح شروب، ولو عالجناه بجافيل ولو عالجناه بها بالأوزون ولو عالجناه بهذه الفحم المنشط ولو عالجناه بمادة الجير أو ببعض السلفات الألمين هذه التي نستعملها لترسيب هذه الأشياء التي تلتصق في الماء، لأن الهرمونات الآن إذا أصابت المياه فليس هناك أسلوب الآن يعالج المياه ليزيل الهرمونات من المياه إذا ما أصابت هذه الأشياء. ولذلك فنحن نقول يجب أن نلتصق بالطبيعة، إذا ابتعدنا من الطبيعة أصابنا يعني الضرر، وكلما التصقنا بهذه الطبيعة وكلما احترمنا الطبيعة كلما احترمنا هذا الخلق
الذي خلقه الله سبحانه وتعالى للبشر، كلما كان الإنسان يعيش بصحة جيدة ولا يمكن أن يصيبه أي آفة أو أي خلل صحي داخلي. فننتقل إلى كيفية استعمال هذه الأشياء. فتكلمنا عن القسط الأول الذي هو الحبوب، فيه قمح، شعير، ذرة، هي كذلك موسمية ولكن ممكن أن تستهلك على مدار السنة، وهو المادة الوحيدة التي لا تضر، وهي المادة الوحيدة التي يمكن أن يعيش على الإنسان كما قلنا طول السنة 12 شهر على 12 شهر، وهي المادة التي يمكن أن يأكلها الإنسان بأي كمية وفي صباح مساء ولا يمكن أن تصيب الجسم بأي ضرر. معنى القمح والشعير والذرة يعني هذه النشويات، والقطاني، حمص، فول، عدس، يعني فاصوليا وجلبان، وهذه الأشياء إذا أضفنا عليها يعني الفواكه الجافة مثل التمر وكذلك زيت الزيتون ثم والزبيب وجيد، ثم تأتي الخضر في الصف يعني الرابع، الخضر ليست في الصف الأول. الطب الآن ينصح بالخضر لأن فيها ألياف خشبية وناس كولوا الخضر لأن فيها بوتاسيوم، هذا خطأ. يجب أن يكون أولا النشويات قبل الأملاح المعدنية، النشويات موجودة في الحبوب، بعد النشويات تأتي الأملاح المعدنية بروتينات، ويأتي كذلك هذه الأملاح يعني الفيتامينات هي موجودة في القطاني، بعدها يأتي زيت الزيتون ليقي الجسم، زيت الزيتون الغير مكرر، زيت الزيتون الغير مصفى، زيت الزيتون المنتوج بالرحى، زيت الزيتون الذي فيه أثر زيتون، يعني يكون مازال فيه أثر زيتون، لا يجب أن لا يكون مصفى، ويجب أن لا يكون معلف في يعني قنينات شفافة، يعني هذا التعليب الآن والخطأ الكبير، وأن الزيوت والعسل هي الآن تعلب في قنينات شفافة، يجب أن لا يعلب في أي آنية شفافة، يجب أن يكون في الظلام. زيت الزيتون، وزيت الزيتون يؤكل طازج ويمكن أن نطبخ به ولا يصيبه أي إتلاف. بعض النصائح العوجاء التي تقول للناس أن زيت الزيتون إذا سخنتموها على النار فيصيبها إتلاف وهي تصبح خطر، وهذا كذب وبهتان وباطل، هذه ليست نصيحة. زيت الزيتون إذا ما تم فيه الشيء نعم، إذا تم فيه شيء البطاطس وإذا تم فيه شيء نعم يصبح قاتل، لأنه لما نسخنه على النار ويحترق، لكن إذا طبخنا به مع الماء مع المرق، إذا طبخنا به أو إذا أكل فهو لا يصيبه أي إتلاف. لماذا؟ لأن درجة الغليان الماء لا تتعدى 100، ولما يكون مع المرق فدرجة الحرارة لزيت الزيتون لا يمكن أن تتعدى 100، وبذلك لا يمكن أن يصيبه إتلاف أو فساد، ولا يمكن أن يصبح يعني سام، بمعنى تظهر في بيروكسيدات التي تصيب الـ يعني الإنسان. نعود كما قلنا لشيء مهم جدا يجب أن يعلمه الناس، أن القسط الموجود في التغذية ليس قسط الكالوريات والفيتامينات والأملاح فقط، هذا خطأ. هناك قسط يعني يتغاضى عنه الأطباء ويتغاضى عنه العلوم ويتغاضى عنه الذين ينصحون في علم التغذية، وعلم التغذية ليس هو الكوليسترول، علم التغذية هو إنتاج النبات، علم الزراعة، وهو إنتاج الحيوان والبيطرة، وهو العلم النبات والحيوان، وهو تصنيع هذه النبات، وهو البيئة، وهو المياه، وهو الطب زائد طب. لما يعني تدرس زراعة وتدرس بيطرة وتدرس بيئة وتدرس علم الماء يعني تدرس طب تصبح عالم علم التغذية. أما علم التغذية يعني تدرس في كلية الطب ثم تتناول الكوليسترول وتقول علم التغذية، هذا خطأ، وهذا هو الذي قتل البشرية. لأن كثير من النصائح الآن لا أساس لها، كثير من النصائح الآن تقتل الناس، وسنتناول بعضا منها مثل مثلا شرب الشاي بعد الأكل، الشاي يشرب بعد الأكل، الشاي يشرب بعد اللحم. لماذا؟ لأن الكاتيشين الموجودة البوليفينول الموجود في الشاي الذي يقي الجسم من السرطان مع الكلوروفيل، الشاي كذلك في الكلوروفايل، هذه المادتان هي أكثر بكثير مما يتلف من الحديد، وأهمية الشاي بعد الأكل هي أكثر بكثير من القسط الذي يتلفه من الحديد. أما كون أن حمض الطانيك الموجود في الشاي هو يشد الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم ويسبب أنيميا، هذا كذب على الناس، وليس هناك بحث أجرية حول هذه الأشياء. نعم حمض الطانيك يشد الحديد، ولكن هذه دراسة أجرية في المختبر كنسميها إنفيترو، هي لم تجرى على فيزيولوجية الجسم ولم تجرى حتى على الفئران. ولذلك فالشاي يشرب بعد الأكل لأنه هاضم ولأن فيه مواد مضادة للأكسدة وهي التي تقي الجسم يعني من السرطان. هذه المواد الموجودة في الشاي
والموجودة في الخضر والموجودة في الفواكه والموجودة في الحبوب والموجودة في خشاش الأرض في بعض الأوراق مثل أوراق الزيتون أوراق البلوط مثل أوراق الرمان مثل أوراق التين ومثل أوراق السدر ومثل يعني جذور الدوم ومثل هذه الأشياء هذه لا يعني لا ينتبه إليها الناس. هذه هي التي فيها هذه المكونات التي نسميها المواد الدابغة أو الفلافونويدات أو البوليفينولات التي تقي الجسم، لكن يأخذها الجسم مع الموسم مع خضرها. لماذا؟ لأن انظروا كل ما خلق الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض من نبات وحيوان وحشرات وميكروبات في حديد، كل ما خلق الله على وجه حديد، بمعنى أن الحديد لا ينقص في الأكل. من قال أن هناك عوز في الحديد وأن نقص في الحديد كذب على الناس. النقص في الجسم وليس في التغذية، النقص في الهضم، أن الحديد لا يمتص، إنما كل ما خلق الله المقدونيس والكرفس والخضر والقطن والحبوب واللحوم والدجاج والصيد والخشاش الأرض كله فيه حديد، النعناع فيه حديد، كل شيء فيه حديد. ولذلك فالذين يقولون أن هناك نقص في الحديد فخطأ، والنصيحة يجب أن تصحح، فالنقص ليس في التغذية، إنما النقص في الهضم وفي الامتصاص. هذا يعني القاعدة الأولى، كل ما خلق الله فيه حديد. القاعدة الثانية، كل ما خلق الله طبيعيا منتجات طبيعية يعني التي خلق الله كلها فيها بوتاسيوم يفوق صوديوم، وبعض المنتجات فيها بوتاسيوم وليس فيها صوديوم، بمعنى أن البوتاسيوم هو الذي نسميه البوتاسيوم هو اللي يمشي الدم واللي يمشي القلب، وهو الذي يقي من ارتفاع الضغط ويقي من الجلطات القلب ويقي من الكوليسترول ومن أشياء داخلية في الفيزيولوجيا. البوتاسيوم هو الذي يضبط فيزيولوجيا الجسم. كل ما خلق الله من خضر وفواكه فيها بوتاسيوم بكثرة وليس فيها صوديوم أو قليل من الصوديوم. المأكولات التي صنع الإنسان فيها صوديوم بكثرة قاتل وفيها بوتاسيوم قليل، لأنه يضيف الملح، الملح بطاط مشوي تشيبس ولا الفرنش فرايز والحمص مشوي واللوز مشوي والبيستاش مشوي، هذه يعني الفول السوداني مشوي، وهذه الأشياء الفستق مشوي، هذه الأشياء اللي يضيف لها الإنسان ملح يصبح صوديوم بكثرة، والجبن فيه ملح يضيف له ملح، والنقانق يعني اللحوم فيها ملح، والأكلات السريعة، الأكلات السريعة هذه الفاست فود كلها يعني مملوءة بالملح، حتى على الأطفال الصغار الآن أصبح خطر، هذه الأكلات الوجبات السريعة أصبحت خطر. ولذلك كل ما صنعه الإنسان فيه صوديوم وفيه بوتاسيوم منخفض، كل ما خلق الله فيه بوتاسيوم مرتفع وليس فيه صوديوم أو قليل من الصوديوم، حتى يعني نحن نبالغ شيئا ما لنعطي أهمية لهذه الأشياء، بمعنى أن إذا أخذنا بطاطا الحلوة مثلا، بطاطا الحلوة فيها تقريبا ما يعادل 170 ملغرام بوتاسيوم، فيها 4 ملغرامات أو 3 ملغرامات صوديوم، بمعنى أن هذه البطاطا الحلوة مثلا واللفت كذلك والخرشوف كذلك، هذه الأشياء إذا تناولها الناس، والبصل فيه بوتاسيوم أكثر من صوديوم، كل الخضر فيها بوتاسيوم أكثر من صوديوم، وهناك ما فيها اللي فيها بوتاسيوم مرتفع جدا وصوديوم يعني ضئيل جدا، بمعنى أن أصحاب الضغط ارتفاع الضغط وأصحاب كوليسترول وأصحاب الشحوم في الدم وأصحاب السكري وأصحاب السمنة يجب أن يتناولوا هذه الخضر، لأن فيها بوتاسيوم مرتفع وفيها صوديوم، ويجب أن يتفادوا الأكلات السريعة والأكلات المصنعة مثل الأجبان مثل النقانق، هذه خطر تقتلهم هذه الأشياء. يعني هذا الخلل الحاصل الآن في التغذية بما يعني عملت يد الإنسان هو الذي انعكس على تغذية الإنسان والذي انعكس على صحة الإنسان، وخلى يعني ترك يعني هذا التأثير أثر على فيزيولوجيا الجسم، ومن ثم نتج خلل فيزيولوجي داخلي في الجسم. طبعا لما يكون الشخص عنده ارتفاع ضغط فيجب أن ينتظر جلطة دماغية أو سكتة قلبية أو كيليا يعني أو يعني فيزيولوجيا الكيليا ربما تضرب في الصفر ويذهب إلى تصفية الدم. فلما يكون شخص عنده كوليسترول أو شحوم في الدم يجب أن ينتظر يعني أعضاء ثقيلة، وينتظر ارتفاع ضغط كذلك، وعنده مشكل قلب ويصبح مشكل كيليا كذلك. لأن لماذا؟ لأن الدم لما يصبح تخن ولزج فيسكو يعني هذا الدم اللحوم يلي تسبب يعني فيسكوزيتي يعني تطلع، هذا يصبح الدم تخن لما نستهلك شحوم ولحوم بكثرة. طبعا فاللحوم والشحوم بكثرة لما يصبح الدم تخين ولا يصفى جيد في الكلية،
فيعني طبعا هذه التصفية لا تقع في الكلية وكذلك في القلب، دم لا يجري بسرعة في القلب، ولذلك نجد أن ارتفاع الدق العلوي والسفلي كذلك يرتفع. العلوي هو القلب والسفلي هو الكلية. نجد مثلا على 17 و20 على 11 ولا على 12، مرات نجد 17 على نجد 14 على 12، بمعنى أن الكلية هي التي لا تعمل جيد. مرات نجد 20 على 8 أو 7.5، لأن يعني القلب مشكل سيكون عند القلب. هذه الأشياء تأتي من الخلل الغذائي، تأتي من التربية الغذائية، تأتي من جهل الناس بطبيعة التغذية. جهل الناس بطبيعة التغذية هو الذي تركهم يأكلون أي شيء ويثقون بهذه الإشارات الكاذبة وبعض الأشياء. فالحبوب موسمية، والحبوب بنوعيها النشويات والقطاني، ثم الخضر موسمية، والخضرة في موسمها يوجد فيها ما يحفظ الجسم. هذا هو القسط، يعني تكلمنا عن هذا هو الموضوع الأول الذي سنتكلم عنه، ثم الموضوع الثاني سنتكلم عن ضابطات داخل الجسم. بعد الضوابط يعني بعد المواد التي تضبط فيزيولوجيا الجسم التي يجب أن تكون في الأكل وليست في العقاقير الصيدلانية، يجب أن تكون طبيعية مثل الأستروجينات، ويجب أن لا نأخذ أستروجينات كيماوية لأنها ليست بنفس الطبيعة ولا تؤدي نفس المفعول. فهذه الأشياء أعطيكم أمثلة، أن مثلا نجد سبحانه وتعالى خلق مادة الكيرسيتين بوليفينول فلافونويد، مادة الكيرسيتين في البلوط، نجد الريزفيراترول في العنب في قشور العنب، نجد الأولوروبيين في الزيتون فلافونويد كذلك هو يعني بوليفينول هذا في مادة الزيتون، اللايكوبين نجدها في طماطم وكذلك في بطيخ أحمر، ونجد الجانجيرول يعني في الجانجومبر يعني في الزنجبيل، ونجد الكيركمين في الكركم، هذه فلافونويد كذلك موجود في الكركم ما نسميه في المغرب بالخرقوم، نجد فيها. وكل مادة خلق الله فيها يعني بوليفينول معين يمشي مع هذه المادة. ولذلك لما نتكلم عن التنوع فهو لا يعني أننا ننوع خضر وفواكه، هذا خطأ، يمكن أن ننوع في الموسم، أن خضرة كل خضر الموسم يجب أن تستهلك داخل موسمها، ثم داخل الموسم يجب أن نبحث عن الخضر والفواكه وكل الحبوب والخشاش الذي ينبت في هذا الموسم. إذا خرج عن موسمه يصبح غير صالح للتغذية، كأن يخزن أو كأن يفعل به ما يفعل أو يصنع، ربما يؤكل للكالوريات أو لأشياء، لكن لا يؤكل للعلاج، لا يؤكل للوقاية، لا يؤكل لضبط هذه فيزيولوجية الجسم. فكل هذه اللائحة التي أعطيت تضاف إليها لائحة الآن موجودة في بعض المواد الأخرى، ومنها على الخصوص كما قلنا هذه المواد التي تضبط فيزيولوجيا الجسم، وهي التي يتغاضى الناس عنها، والموجودة في بعض الحبوب التي نسميها حبوب الطبية. لماذا؟ لأنها ليست حبوب غذائية. الحبوب الغذائية هي نشويات قمح شعير ذرة ومعها القطاني، حبوب غذائية لأن فيها بروتينات، لكن الحبوب الطبية هي ليست للتغذية. لما نأكل سمسم ولما نأكل حبوب كتان وخردل وحلبة وحبة سوداء فلا نأكلها للتغذية، طبعا نأكلها لضبط شيء داخل الجسم. فهناك ضبط فيزيولوجي، هناك الوقاية من السرطانات، هناك الوقاية من الحساسية، وهناك التسريح، يعني هذا يعني يعني تخفيف الدم ليجري بسرعة في هذا، وبذلك يتخفف الضغط، يعني يهبط هذا ارتفاع الضغط بالجسم ويصبح الجسم يعني في راحة، في راحة تامة. فبعض الأستروجينات الموجودة يعني في البسبس، حبوب بذور البسبس الموجودة في السمسم وفي حبوب الكتان، وموجودة كذلك في الحلبة. الحلبة هي المادة التي تسهل امتصاص الحديد في الأمعاء، وهي فيها الأوسيتوسين، يعني فيها مادة تفيد المرضع، وكذلك فيها بعض عوامل النمو التي تفيد كذلك الطفل الصغير التي تساعد على النمو. والحلبة ممكن أن يعني تحول دوم لظهور سرطان المعدة وسرطان الأمعاء. حبوب الكتان فيها الأوميغا 3، وكل يعلم أن الأوميغا 3 الآن أصبحت موضة، أن كل الشركات الآن يتباهون بإضافة الأوميغا 3 في الزيوت وما إلى ذلك، والأوميغا 3 موجود في حبوب الكتان، يعني هناك أسماك وزيت الزيتون أوميغا 6 وأوميغا 3، لكن الأوميغا 3 موجود في حبوب الكتان بكثرة. بمعنى أن الأشخاص الذين لديهم أعراض ولديهم تخمة ولديهم أشياء كثيرة يجب أن يتناولوا حبوب الكتان، يجب أن لا ينتظروا حتى يصيبهم المرض، بل يجب أن يأخذوا حبوب الكتان قبل ظهور المرض، يبقى الجسم على أحسن ما يرام. وهذه الحبوب يجب أن تدخل في التغذية، يجب أن يتناولها الشخص كل يوم، بمعنى أن تكون في الخبز مثلا، فالخبز يجب أن يضاف إليه
حبة سوداء ويضاف إليه مثلا حبوب الكتان أو تضاف إليه شيء من البسبس، يعني هذه اللي نسميه الفينوي، يعني هذه اللي نسميه في المغرب حبة حلوة والنافع، يجب أن تضاف هذه الحبوب إلى 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 الخبز كي يتناولها الناس كل يوم، يعني ما عدا المرأة الحامل. المرأة الحامل يجب أن لا تتناول الأستروجينات يعني نباتية، فهي يعني مضرة للمرأة الحامل، لأن الجنين طبعا يجب أن يتوقف الجسم، يجب أن لا يأخذ أستروجينات، وإلا سيكون هناك خطر على المرأة الحاملة كذلك على الجنين. فهذه الحبوب إذا لم تدخل في هذا النظام الغذائي، لما تدخل في تغذية الإنسان فيكون خلل، كلما نقصنا شيء كلما وقع خلل غذائي، طبعا خلل فيزيولوجي، وخلل فيزيولوجي يظهر خلل أناتومي، يعني تشكل داخل ربما أعضاء لا تعمل، أو ربما أعضاء تتضخم، أو ربما يظهر سرطان، أو ربما زوائد، أو ربما شحوم، أو ربما تسممات مثل تسمم الكبد وما إلى ذلك. فيجب أن يبقى هذا الجسم مضبوط، وهما الضبط هو الوقاية من الأمراض الموجودة في النبات. تكلمنا عن الفلافونويدات وعد المواد المضادة للتأكسد، الكلوروفايل والفلافونويدات يعني البوليفينولات المواد الدابغة، وتكلمنا عن ضوابط الهرمونات الموجودة في الحبوب، ويجب أن تأكل على مدار السنة. فالخضر موسمية لكن الحبوب ليست موسمية، ممكن أن يتناولها شخص في أي وقت مع النشويات وكذلك مع القطاني. ونلاحظ أن النساء يتفنن في بعض الوجبات مثل شي الباذنجان أو شي الفلفل أو شي البطاطس في بعض المواسم، وهذا خطأ، لأن الباذنجان إذا كان مرشوش بالمبيدات ثم شويناه في الطفال وبالزيت المائدة فهو يصبح كارثة. ويجب أن كذلك الطبخ، طريقة الطبخ هي مهمة جدا وهي عامل مهم في تغذية الإنسان. طريقة الطبخ العربية العريقة لنسميها المرق، خضر مع اللحوم أو أشياء، هذه هي أحسن طريقة. أما الطبخ يعني بالبخار أو الطبخ بالسلقة أو الطبخ بالشيء فهذا ليس طبخ. وطبعا يعني نلاحظ أن العالم العربي وأن الدول العربية كلها لديها طبخ جيد، وأن تغذية العربية الآن هي تغذية جيدة، لكن إذا أدخلنا عليها هذه المستوردات، المواد المصنعة خارج البلدان العربية والمستوردة، أو حتى بعد المواد الأولية المستوردة، فسنفسد هذه التغذية العربية وسندخل عليها عامل الخلل، وسيكون خلل فيزيولوجي. وهو ما نلاحظ في بعض كثير من الدول الآن أن أصبحت لديهم تخمة تماما كالدول الأوروبية. لماذا؟ لأن بعض اللحوم المستوردة، وهذه ظاهرة اللحوم البيضاء، واللحوم البيضاء لا نعترف بها علم التغذية، اللحوم البيضاء هي لحوم الأسماك الكبرى، لأن الأسماك ليس لديها دم. أما أن يقولوا بأن الدجاج لحم أبيض فهذا كذب، كل اللحوم حمراء، كل اللحوم التي خلق الله حمراء، حتى الدجاج كان لحم أحمر أصبح أبيض، والخرفان يعني الغنم لحم أحمر، والبقر لحم أحمر، والديك الرومي لحم أحمر، والإوز لحم أحمر، والحمام لحم أحمر. الآن أصبح الناس يتكلمون عن اللحم يعنون به لحم الدجاج، والدجاج الآن لأنه أصبح محبوس وأصبح أبيض، وليس هناك فيما خلق الله لحم أحمر، ولا يمكن أن يكون أبيض، لأن اللحم فيه هيموغلوبين، والهيموغلوبين هي تعني حديد، والحديد يعني الحركة ويعني الأكسجين، وإذا حبس الحيوان ولم يتحرك ولم يتنفس جيد طبعا لا 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 يكون لحم أحمر، سيكون لحم أبيض. ولذلك هذا يعني هذه الخلل الفيزيولوجي ينعكس على خلل كبير، ربما يكون سكري، ربما يكون ارتفاع الضغط، ربما يكون حساسية، ربما يكون أي سرطان أو أي شيء داخل الجسم، خصوص الأمراض الآن التي أصبحت تظهر ولا نعلم ما هي، والتي تأتي من التصنيع. فهذه المواد الطبيعية إذا لم يشوبها تشوبها سموم تضاف إليها أثناء التصنيع أو أثناء التعليب أو أثناء الطبخ، فهي تبقى مواد طبيعية. يجب أن لا تكون مغيرة وراثيا، يجب أن لا تكون مرشوشة بالمبيدات، يعني غير مغيرة وراثيا، غير مرشوشة بالمبيدات، غير معلبة، غير مطبوخة بزيت المائدة، وغير مطبوخة في الطفال، غير مخزنة في البلاستيك يعني في المجمد، يعني خارج هذه الأشياء، فهي مواد طبيعية تقي الجسم، ولا يمكن أن يقع خلل فيزيولوجي. إذا أصاب شيء من هذه الخمسة التي ذكرت، يعني المبيدات والطفل والتغيير الوراثي والتعليف في البلاستيك أو حتى الأكل في البلاستيك، فطبعا هذا سيلوث التغذية، ومن ثم سيكون نقص، من ثم سيكون عوز في الحديد وعوز في الفيتامينات وعدم امتصاص الحديد وعدم امتصاص في الفيتامينات، وسيكون يعني صفرار في الجسم، وسيكون يعني
على محل ظهور بعض الأمراض الفيزيولوجية التي ربما لا تظهر على التشكل الجسم لكن تظهر داخليا، ويعني والسرعة في الأداء بما يخص الفكر عند الشخص، يعني تكوين المخ عند الجنين، وكذلك يعني بعض الأشياء التي تصيب حتى الذكاء وبعد السهو الذي أصبح يظهر عند كثير من الناس. فإذا أخذنا الإطار الطبيعي والتنويع الغذائي الطبيعي، وإذا أخذنا موسمية الخضر وموسمية الفواكه وتجانس الأكل، بمعنى أنه يكون نباتي ثم يكون فيه شيء من البروتينات الحيوانية يعني مرة في الأسبوع أو مرتين، فلا يمكن أن يكون خلل فيزيولوجي. ويعني أتمنى أن يكون الناس استفادوا من هذه الأشياء، خصوصا الأشخاص الذين لا يعرفون موسمية الخضر ولا يعرفون أن لكل خضرة موسم ولكل خضرة وقت، ولا يعرفون يعني أن الشيء إذا أخذه الشخص وتناوله في وقته فهو دواء، وإذا خرج عن وقته فيصبح داء. ولذلك أنا أقول دائما أن علم التغذية هو ليس الكوليسترول، وعلم التغذية هو ليس يعني أشياء بسيطة هكذا مما ينصح الناس، ولكن علم التغذية هو علم شاسع ويفوق الطب ويفوق كل العلوم الأخرى، ويجب أن تدخل إليه كل المكونات التي تجعل هذا الجسم يأخذ شيء متكامل وشيء متنوع وشيء يعني يضبط فيزيولوجيا الجسم، بنسميه التوازن الفيزيولوجي داخل الجسم، هو الذي يقي من الأمراض ويجعل هذا الجسم يعيش. طبعا لا نزيد في الأعمار بهذه الطريقة، لكن يعيش الإنسان هذا العمر سليم. هذا هو الفرق يعني ما بين الأشخاص. نتمنى أن نكون أن تكونوا استفدتم من هذه الحلقة إن شاء الله، وربما يكون هناك حلقات أخرى حول دائما هذا التوازن الغذائي عند الإنسان في إطار علم التغذية وفي إطار هذه السلسلة النصائح للمستهلك.